عاصمة الأوراس تنظم وللمرة الأولى سباق العدو الريفي للجماعات المحلية والوطنية بوسط المدينة. افتتحت التظاهرة بصورة جميلة، شكلت لوحة فنية أوراسية من لباس شاوي تقليدي وعرض فولكلوري تداخلت فيه الأعلام الجزائرية والفلسطينية لتمثل راية واحدة، وفرقة الرحابة والبندير التي لا تخلو من أي مناسبة ثقافية باتنية تعكس الطابع الثقافي الأوراسي للمدينة. كما ولا ننسى حماس وفرحة المشاركين الرياضيين بالاستقبال الذي حظيوا به وسط الهيئات الرسمية المتواجدة بالتظاهرة. العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة أخلاق ومبدأ لطالما حافظ عليه شبابنا ورفع به راية الجزائر عالياً.